معانا على الهاتف زميلنا العزيز ومراسل قناة الأهلي كريم أحمد، يطلعنا على آخر المستجدات وعلى أخبار فريقنا الأول لكرة القدم وبرنامج العمل اللي تم وضعه عن طريق الجهاز الفني والتخطيط للموسم الجديد اللي هيبدأ من القاهرة ومنها إلى أسبانيا إن شاء الله لاستكمال فترة الإعداد من خلال المعسكر الخارجي. الزميل العزيز كريم أحمد، مساء الخير وأهلا بيك معانا يا كريم. مرحب بيك استاذ محمد الجندي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. كريم، قول لنا يا ريت من خلال متابعتك كواليس استعدادات فريقنا وبرنامج العمل وخطه العمل والاستعداد للموسم الجديد اللي تم تحديدها عن طريق لاسارتي المدير الفني والجهاز المعاون له. يمكن في البدايه ترتيبات كثيره جدا لمعسكر فريق النادي الاهلي بالتحديد في اسبانيا والمرحله يمكن القادمه بالذات. يمكن النادي الاهلي معذور شويه، يبدا الموسم الجديد وفي نفس الوقت يعني بيستعد لهذا الموسم الحالي، لسه في مباريات ما انتهتش ومباريات كاس، لكن في تركيز كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي على توفير المناخ الكامل لمعسكر فريق النادي الاهلي في اسبانيا. وزي ما تابعنا طبعا من خلالك ومن خلال الاخبار وجود الكابتن سيد امير توفيق في اسبانيا لمعاينه الملاعب، الاتفاق على المباريات، كل الامور الخاصه بالمعسكر. التدريبات هتكون مستمره من اليوم حتى يوم الخميس، لكن يوم الخميس هيكون فترتين، لكن التدريبات مستمره كل يوم مسائي الساعه 6 مساء هتكون تدريبات فريق النادي الاهلي، لكن مستر مارتن والجهاز الفني حدد يوم الخميس هيكون في فترتين. من الواضح ان الحمل التدريبي هيترفع تدريجيا ثم ينزل ثاني ثم يبدا يترفع تدريجيا في معسكر الفريق. يوم الخميس هيكون صباحي ومسائي، يوم الجمعه هيحصل فريق النادي الاهلي على راحه عليه نعود من جديد يوم السبت، لكن تحديد موعد صباحي او مسائي لسه حتى هذه اللحظه لم يحدد. لكن بشكل عام تدريب النادي الاهلي النهارده كان فيه جرعات بدنيه كثيره جدا. النهارده يمكن الفريق العدد مش كبير زي ما بنقول، لكن كان فيه النهارده جيم، كان فيه النهارده تدريبات بدنيه. اليخاندرو بيتيان كانوا مخصصين كل 5 افراد بينزلوا الجيم ثم بعد كده بيعود جزء ثاني تدريبات بالكره من مستر مارت لاسارتي، الكابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني الحمد لله الامور مطمئنه، وعايز اطمن كمان كل جمهور النادي الاهلي. يمكن في عدد من اللعيبه ما كانوش متواجدين امس، يعني قضايا وليد ازار واحمد فتحي ما كانوش متواجدين. النهارده كمان شفنا احمد فتحي متواجد في الملعب وادى تدريبات في الجيم، كمان شريف اكرامي النهارده يمكن هو ما كانش ليه اي نوع من انواع التدريبات بعد عودته من المانيا للاطمئنان عليه، وكان يمكن متواجد مع طبيب فريق النادي الاهلي خالد محمود لاستعراض الفتره القادمه والبرنامج التاهيلي والطب الموضوع خلال الايام القادمه. لكن بشكل عام زميلي محمد الامور كلها مع فريق النادي الاهلي تدريجيا، خلاص اللعيبه يمكن راجعه من فتره راحه، تدريجيا اللعيبه هتخش في اجواء التركيز، اجواء المباريات. وبنتمنى ان شاء الله تحديدا معسكر فريق النادي الاهلي يكون معسكر ناجح، يكون في مباراه وديه على اعلى مستوى ان شاء الله باذن الله، يعود النادي الاهلي في التوب فورم بالنسبه للفريق، وايضا كمان كل اللعيبه تكون مركزه بشكل كبير. طيب سؤالين سريعا تفاصيل اكتر محتاجين نعرفها منك يا كريم. الجهاز الفني، الوفد اللي سافر للاطمئنان على كل الامور وعاد الى القاهره، الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير التسويق الكابتن امير توفيق، عايزين نعرف ردود الافعال وتاكيداتهم في حوارهم معاك على جاهزيه الملاعب وفندق الاقامه وكل التفاصيل الفنيه اللي تم الاستقرار عليها حتى يكون المعسكر في افضل شكل ممكن للفريق ان شاء الله، وايضا اكتمال الصفوف بخلاف طبعا نجومنا الدوليين الموجودين مع منتخب مصر. مين اللي جاهز؟ مين المتواجد في التدريبات وهيظهر خلال الايام الجايه؟ وهل في اي نقص في صفوف الفريق بخلاف طبعا سعد سمير ونادفيد اللي لسه قدامهم اسبوعين ان شاء الله لحين العوده من المانيا؟ في اي اسماء اخرى هتتغيب عن التدريبات القادمه ولا لا؟ يمكن في البدايه لو بنتكلم على المعسكر بنتكلم على الكابتن سيد كابتن امير توفيق، كان اختيار جيد جدا ان هم يكونوا متواجدين لمعاينه الملاعب الفنادق. الحقيقه طبعا هناك يمكن اسبانيا معروفه بجوده الملاعب الفنادق، الاختيار يمكن اختيار المعسكر بيكون ليه اولويات معينه، بيكون يعني نقدر نقول مش في وسط المدينه، بيكون مكان معين اللعيبه تكون فيها تركيز كبير جدا خلال المعسكرات الاوروبيه. يمكن كابتن سيد وكابتن امير اشادوا بشكل كبير جدا بالملاعب المتواجده هناك، الاتفاق اللي تم على الفرق لم يتم الاعلان حتى هذه اللحظه، لكن هتكون مشاركه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. ثلاث فرق يكونوا فرق مميزين جدا في الدوري الاسباني، ممكن يكون في الدرجه الثانيه، لكن حتى هذه اللحظه عشان تبقى المعلومه صريحه لسه لم يتم تحديد الاسماء، وتم التحديد لكن لسه لم يتم الاعلان عليهم بشكل رسمي. لكن بشكل عام زميلي محمد الانطباع كبير جدا وانطباع طيب جدا لحاله المعاينه هناك اللي كانت عليها الفنادق والتحركات والاقامه وكل شيء خاص. اكيد طبعا السفاره ليها دور كبير مع الكابتن سيد وامير توفيق، لان في تنسيق هيكون بشكل كبير جدا مع سفارتنا في اسبانيا. كمان لو بتكلم على الغيابات او اللعيبه اللي مش هتكون متواجده، يمكن سعد وكريم نزبد لسه قدامهم 15 يوم على
اساس ان هم يعودوا من جديد الى القاهره ويباشروا البرنامج التاهيلي. شريف اكرامي لسه كمان موضوع له برنامج تاهيلي خلال الاسبوعين القادمين ايضا كمان تدريجيا هيكون متواجد فيه، لكن النص العددي متواجد في استعانه ببعض الاسماء في فرق الشباب متواجده معانا، وكانوا متواجدين كمان حتى يمكن اول امس في السفاره الاسبانيه للحصول على التاشيرات الخاصه. انت عارف النقص العددي اللي هيكون مع لعيبه النادي الاهلي في المنتخب، هو العدد مش كبير 4 افراد، لكن الجرعه التدريبيه بتبقى محتاجه عدد كبير من اللاعبين، والمباريات هناك بتبقى محتاجه عدد كبير، فمن الواضح ان يكون في استعانه في معسكر فريق النادي الاهلي ببعض اللعيبه الشباب مواليد 97 وغيرهم. لكن كل الامور بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه راجعه بشكل كبير جدا، عندها حافز بشكل كبير جدا لنهائي بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله، وتكون في مقر النادي الاهلي باذن الله. لكن الوقت طويل شويه، شهر ونص، لكن يعني خطوه خطوه ان شاء الله لعبتنا ترجع تاني للتوب فورم بتاعها، وترجع كمان للانتصارات لتسعد كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي على كل هذه التفاصيل، ومتابعه كريم مع حضراتكم لاخر اخبار استعدادات فريقنا الاول لكره القدم في النادي الاهلي لاستئناف الدوري ان شاء الله بعد نهايه كاس الامم الافريقيه وانطلاقه الموسم الجديد باذن الله، والتجهيز للمعسكر الخارجي في اسبانيا، فضلا عن برنامج التدريبات اللي مستمر في هذه المرحله في القاهره.